في يومهم العالمي 5500 طفل فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب. قصف وحصار إسرائيلي للمستشفى الإندونيسي، والصحة الفلسطينية تحذر. الرياض تقود جولة عربية إسلامية إلى دول المجلس الأمن لوقف حرب غزة. في يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من نوفمبر من كل عام، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 5000 طفل، بينهم ما يزيد عن 3000 طالب مدرسي، قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في حين اعتبر 1800 طفل في عداد المفقودين إلى جانب آلاف الجرحى وعشرات الآلاف ممن دمرت منازلهم. الوزارة قالت إن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس تجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، لذا دعت دول العالم ومؤسساته إلى حماية الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر. في سياق متصل قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي نفذ 880 حالة اعتقال بصفوف الأطفال الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، الذي شهد تصاعدا في الاعتقالات وبشكل غير مسبوق بحق الأطفال، وتحديدا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في اليوم 45 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف المنشآت الصحية، حيث قصفت الطائرات الحربية مستشفى الإندونيسي والعوضي في شمالي القطاع، ما أوقع عشرات الضحايا الفلسطينيين. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً على المستشفى الإندونيسي الذي يأوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى آلاف النازحين إليه، محذرة من تكرار ما فعله الجيش في مجمع الشفاء الطبي. المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اتهم إسرائيل باستهداف المستشفى بقنابل مدفعية وبرصاص القناص المتواجدين في محيطه وبمحاصرة المستشفى بشكل كامل وإطباق الخناق عليه. بعد رحلة طويلة وشاقة، عبرت مجموعة أولى من الأطفال الفلسطينيين الخدج الذين تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، عبروا معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج. صور ومشاهد حية بثتها وسائل إعلام مصرية أظهرت عبور سيارات إسعاف إلى مصر تحمل مجموعة من الأطفال الخدج. الهلال الأحمر الفلسطيني بدوره قال إن 28 طفلاً نقلوا في سيارات الإسعاف من المستشفى الإماراتي في جنوب غزة إلى معبر رفح، تمهيداً لنقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات مصر. على الصعيد الإقليمي، بدأ وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية جولة زيارات رسمية إلى دول بمجلس الأمن بهدف وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 45 يوماً. تأتي هذه الجولة إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض يوم 11 من نوفمبر الجاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية. بحسب البيان، يرأس وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يرأس هذه الجولة، التي يشارك فيها أيضاً وزراء خارجية تركيا، مصر، قطر، الأردن، فلسطين، إندونيسيا ونيجيريا. إلى تل أبيب، حيث قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 2.4 مليار دولار. صحيفة دي ماركر الاقتصادية الإسرائيلية نقلت عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري إلى 1.4%، واضحة أن ذلك يعني أن كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.4 مليار دولار، مشيرة في ذات الوقت إلى أن ذلك سيؤدي إلى ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. الصحيفة اعتبرت أن الاقتصاد الإسرائيلي يدخل في حرب وجود، فسوق العمل معطلة، قطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين.